سجل 7 أهداف بالراس. على جهة رومنا انطلق من مافيو، ما زال عنده الكرة يبحث عن راس جواني مرفوعة في القائمة الثانية بعيدة تماما، يلحق عليها غارسيا، غارسيا ما زال ولا لا، قوية التسديدة من كيلور نافاس، استلام رائع للكرة في القائمة الثانية، وكيمويكا يلعب في الوسط، الضغط العالي من جانب لاعبي الريال يسترجعون الكرة بسرعة، بنزيما، كوفاسيتش، وصلت لأسينسيو، راح رونالدو، أسينسيو وصل لكريستيانو رونالدو، رونالدو دخل، رونالدو دخل منطقة عمليات، رونالدو وما زال بنزيما، رجعت لمارسيلو، يرجع لتوني كروس، والجول بابا 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 بابا، باليسرى يسجل، باليمنى يسجل، بالراس يسجل، اللعبة من أروع ما يكون بين مارسيلو وتوني كروس، والتسديدة وتوزيع رائعة، قوة التوزيع زادت في قوة التسديدة، وجاء الجول الأول للريال على يسار ياسين بونو، ياسينا فعلها بك رونالدو وسجل الجول الأول لريال مدريد عند الدقيقة 12 تماما في اتجاه خوان بي، يلعب على الجهة اليسرى مع مدافع مويكا، يحاول يمر مويكا ومعه كارفاخال، ما زالت الكرة عند مويكا وكارفاخال، رائعة لحقة، شوف التوزيع رغم الوضعية الصعبة تمكن من إرسال هذه الكرة في القائمة الثانية، وبالرأس من هنالك من أمام مارسيلو مرت على يسار الحارس، في هذه الركنية تلعب مع غارسيا، جرانيل يطلبها، غارسيا دخل، التوزيع في القائمة الثانية، وخروج موفق من كيلور نافاس، توني كروس مبدع الريال اليوم، رائع ريال مدريد اليوم، عندي مدة لم أشاهد الريال لعب ربع ساعة بهذا الشكل أو العشرين دقيقة الأولى بهذا الشكل، أسينسيو رونالدو استلم الكرة على جهة اليسرى، لوكاس فاسكيز، رجعت له لوكاس، وبين أحضان بونو استلمها كوفاسيتش من عند رفيقه لوكاس فاسكيز، راحت لرونالدو، يلحق عليه مارسيلو، رونالدو وير مارسيلو، رونالدو ورجع لتوني كروس، أوبا با 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 يا سلام، تمريرة من أروع ما يكون، لوكاس فاسكيز ورونالدو، ياسين بونو، ياسين بونو ركنية للريال، ينفذها جرانيلو، با 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 جول، بالهدف سجله إيريغواياني على حارس كوستاريكي في سانتياغو برنابيو على ريال مدريد، لوكاس فاسكيز، ماتيو كوفاسيتش غالقين كل شيء، لاعبين تاع جيرونا البينية، لوكاس فاسكيز هي الكرة، با 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 زيدان بأنه جاء من كوكب آخر، نعم جاء من كوكب آخر، هذه الآلة التي تسجل الأهداف، بنزيما في تمريرة حاسمة مرة ثانية، رونالدو باليسرى يسجل وباليمنى يسجل، يسجل جول ثاني، فرصة في هذا الشوط الثاني، بنزيما، مارسيلو، مارسيلو يرجع لكريم بنزيما، انطلق على اليسرى، كرة خطيرة، كريم، با 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 جول، لعبة أخرى من أروع ما يكون من كريم، بنزيما لرونالدو، رونالدو للوكاس فاسكيز، لوكاس فاسكيز بيمنى حتى على يسار بونو، وسجل هدفه الرابع هذا الموسم، الهدف الثالث للريال، هجمة من أروع ما يكون على الجهة اليمنى، مارسيلو ثم كريم بسرعة مثل ما جاءت، رونالدو رجعها ومررها من هنالك على الجهة اليمنى وجول، لعبة من أروع ما يكون، سرعة فائقة، شوف وين كانت الكرة وين صارت وأين أصبحت، في الشباك، يا ياسين يا بونو، لعبت مباراة كبيرة في الشوط الأول وتلعب مباراتك كما ينبغي، ولكن الحملات والهجمات والضغوطات كبيرة.